مرحبا، أنا المستشارة القانونية مالا معلم. مستر عبد الله، ناطر اتصال مني. مرحبا. تسلمنا شوي المدير القانوني بشركتكم. ما تتخيل قد ايه انبسطت لما عرفت موافقة حضرتك. أنا فعلا راجعت المشروع وشايف إنه يستحق الدعم. هيدا من دواعي سروري مستر عبد الله. بتحب نجتمع ونكفي توقيع الأوراق بالمكتب عندك؟ ولا بتحب المزرعة مثل ما وعدتنا؟ ما تتخيل موضوع الخيل شو عامل فيه. أنا وعدتك وراح أوفي بوعدي، إن شاء الله اجتماعنا القادم راح يكون في المزرعة عشان بالمرة تشوفين الخيول. ميرسي كتير إلك. عفو عليك، الشكر لك. سي عبد الله، في لك شيء؟ تفضلي. بعيدا عن الشغل، أنت شخص كتير لطيف، بتعطي الآخرين شعور بالثقة. حبيت خبرك هالشي. كلام جميل من إنسانة جميلة. إذا رح نلتقي قريبا؟ قريبا ودائما. بتمنى. ما بدعت لك أكثر من هيك. تحملي على نفسك. وأنت كمان. ميرسي. سلام.